السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا ويا اهلا وسهلا. بالنسبة للبطيخ او الجح او الحبحب الابيض، ان شاء الله انه شارف على الاستواء. طبعا جمعوا منه مجموعة الاولى والان تبقى الجمع الثاني، يعني يصير بين فترة والثانية كل 5 ايام او كذا ممكن انه يجمع مجموعة جديدة. الأخوة الكرام هنا أنا تكلمت معهم عن طريقة البيع، وطبعا الناس أهل الجح يعرفون طريقة بيع الجح. الطرق اللي موجودة في السوق يسمونها الكوم. الكوم عبارة عن 3 حبات، يعني هذه واحدة وهنا الثانية والثالثة فوقها، هذه تسمى كوم، تمام؟ هذا البيع في الأسواق. لكن إذا تجي أنت هنا المزرعة علشان تحمل سيارة مثلا، إن شاء الله أنا راح أضع لكم تليفون الجماعة هنا لمن أراد أن يسترزق، وإن شاء الله تستفيدون أنتم وإياهم أيضا. طريقة التحميل هنا أنه أنت تعبي ونيت كامل. الونيت فيه تقريبا من الحبحب الأبيض ما يقارب من 80 إلى 84 حبة، تمام؟ الأبيض من 80 إلى 84 حبة. بالنسبة للأخضر تقريبا 75 حبة أو شيء من هذا الكلام، يعني شيء من هذا. أيضا الأسعار بالنسبة للأخضر تقريبا الونيت لما تحمله 84 حبة تقريبا من هذا، اعتقد انه الونيت راح يكون في ما يقارب 1700 ريال، في الحدود هذه، قد تزيد قليلا قد تنقص قليلا على حسب الاحجام. ايضا تاخذ احجام متفاوتة، ليست كلها جامبو او كلها صغيرة، لا، ولكن لا ضرر ولا ضرار، يعني يعطونك جيد كبيرة جدا ويعطونك وسط ويعطونك صغيرة. هذا هو حال السوق. هذا رقم واحد. رقم اثنين، البطيخ الأخضر، هذا الأبيض، البطيخ الأخضر اللي هو الروكسال اللي شفناه قبل شوي في الفيديو السابق، هذا 75 حبة منه تقريبا 1300 ريال تقريبا، تزيد قليلا تنقص قليلا. راح أترك لكم تليفون الشخص المسؤول عن المزرعة هذه، تقريبا 16 هكتار، تواصلوا معه وإن شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى أنكم تستفيدون أنتم وأيضا هو يستفيد. انفعوا إخوانكم، انفعوا أبناء البلد. أيضا إن لم تجدوا شيء جيد ليس بالضرورة أن تشتري، لا تشتري إلا ما يناسبك. في بعض العينات من الحبحب يعني بعضها تكسر، بعضها تتلف، بعضها يصير عليها ملاحظة. أوريكم بعض العينات الموجودة. سليم ما شاء الله الحجم واللون. أيضا هذه ما شاء الله تبارك الله. بإذن الله سبحانه وتعالى الإنتاج الموجود هنا تقريبا أعتقد أنه 2 هكتار من الأخضر هذا، و 4 هكتارات أعتقد من الـ أو عفوا 4 هكتارات من الأخضر هذا، وربما 8 4 هكتارات من الأبيض و 8 هكتارات من الأخضر. أيضا المجموعة اللي هنا برضو نفس الشيء أخضر. الجمع الأول انتهى، الآن راح يبدأون في الجمع الثاني. ما شاء الله الأحجام نوعا ما طيبة ولا يجمع إلا اللي مستوي وجاهز وحجمه طيب. ايضا منطقة ساجر ما شاء الله، يعني منطقة زراعية مثل ما الاخوة هنا
هي يعني يبيعون الحبحب والجحة والبطيخ. أيضا هناك مزارع أخرى، لكن أنا عملت تغطية من بداية الزراعة لحد البيع، وإن شاء الله أني أوفيت بالالتزام معكم، رغم أنه الأخوة الكرام جزاهم الله خير أشغلوني بالاتصالات وين وليش ما رحت وليش ما غطيت وليش، لكن إن شاء الله أن أوفينا معكم بعون الله سبحانه وتعالى. طبعا الأشياء اللي عليها ملاحظة تستبعد مباشرة، ما تترك أنها تكمل النمو، على طول أي شيء عليه ملاحظة يتم استبعاده. تلاحظون عندنا نموات جديدة لا زالت في البداية، مثل هذه وهذه أيضا، وأيضا عندنا الأحجام الكبيرة هذه اللي موجودة. المزرعة هنا هذه والثانية اللي وراها تمت عملية الجمع الأولى، راح ننتظر مثلا 3 أيام 4 أيام إلى 5 أيام تتم عملية الجمع الثانية، أيضا ممكن يوم عن يوم يتم عملية الجمع على حسب يعني توفر العمال اللي موجودة، وأيضا على حسب النضج اللي موجود. أيضا لاحظ أنه لا زال هناك عمليات تزهير، معناته إن شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى راح يكون في إنتاج إضافي، راح يستمر الإنتاج ما يقارب 2 شهر أيضا إضافية بعد اليوم هذا اللي احنا فيه، ربما 1 إلى 2 شهر يعني تقريبا راح يكون فيه إنتاج آخر أيضا. بسم الله ما شاء الله، هذه مختبئة هنا بس إن كشفناها ما شاء الله، تشوفون يعني الأشجار هذه أو الأعلاف اللي منتشرة علشان تذري من الهواء على النباتات اللي موجودة هنا. وأيضا ذكرنا لكم سابقا أنه كان يوضع بعض المزروعات، شايفين هذه يعني الذرة كانت توضع علشان المدادات تمسك عليها، الآن انتهت الذرة والحمد لله النبات بشكل جيد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا ولكم وللجميع، وإن شاء الله أن تكونون استفدتم.